تعد بيروت من أقدم المدن المأهولة في العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 5000 عام. كانت المدينة معروفة باسم بيريتوس في العصور الفينيقية. برزت كمدينة ميناء مهمة للحضارات الفينيقية القديمة التي اشتهرت بمهاراتها البحرية والتجارية. استمرت بيروت في النمو والازدهار تحت حكم مختلف الإمبراطوريات التي سيطرت على المنطقة. العصر الروماني والبيزنطي. في الفترة الرومانية أصبحت بيروت مدينة مزدهرة بفضل موقعها الاستراتيجي. أسس الرومان في بيروت إحدى أهم مدارس الحقوق في العالم القديم، حيث درس فيها العديد من الفقهاء والقانونيين. تعرضت المدينة لزلزال مدمر في عام 551 ميلادية، مما أدى إلى تدمير كبير، وبدأت المدينة في إعادة البناء خلال العصر البيزنطي. الفتح الإسلامي والعصور الوسطى. مع الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي، أصبحت بيروت جزءاً من الخلافة الإسلامية. ازدهرت المدينة كمركز تجاري وعسكري، واستمر هذا الازدهار خلال حكم الدولتين الأموية والعباسية. في العصور الوسطى خضعت بيروت لسيطرة الصليبيين والمماليك، وشهدت فترة من النزاعات والتغيرات السياسية. الحكم العثماني. في القرن السادس عشر أصبحت بيروت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. تحت الحكم العثماني شهدت المدينة فترات من الاستقرار والتطور. ازدهرت التجارة البحرية وتطورت البنية التحتية للمدينة. مع ذلك عانت المدينة من الاحتلالات المتكررة والاضطرابات السياسية. العصر الحديث. مع انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وضعت بيروت تحت الانتداب الفرنسي. في عام 1943 نالت لبنان استقلاله، وأصبحت بيروت عاصمة للدولة اللبنانية الحديثة. ازدهرت المدينة كمركز ثقافي وتجاري في الشرق الأوسط، واشتهرت بجمالها الطبيعي وتنوعها الثقافي. الحرب الأهلية اللبنانية. بين عامي 1975 و 1990 عانت بيروت من حرب أهلية مدمرة أدت إلى تدمير كبير في البنية التحتية والنسيج الاجتماعي. انقسمت المدينة إلى مناطق متناحرة وعانت من نزاعات دامية. بعد انتهاء الحرب بدأت عملية إعادة الإعمار وإعادة توحيد المدينة. بيروت اليوم. اليوم تعتبر بيروت مركزاً ثقافياً وسياحياً مهماً في المنطقة. على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، لا تزال المدينة تحتفظ بروحها النابضة بالحياة وتنوعها الثقافي. تضم المدينة العديد من المعالم التاريخية والسياحية مثل الروشت والسوليدير وساحة الشهداء، كما تستضيف العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. الخاتمة. بيروت المدينة التي شهدت على مر العصور تعاقب الحضارات والنكبات والانتصارات، تظل رمزاً للصمود والتجدد. من الفينيقيين إلى العصر الحديث، تروي شوارع بيروت ومبانيها قصة مدينة عريقة نجت من الحروب والكوارث لتظل نابضة بالحياة والأمل. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع عائلتك والأصدقاء. شكراً لكم على دعمكم.